رغم ان الاتحاد الاوروبي وامريكا وحلف الناتو، الا ان ما تتخيلش ان العلاقات يعني سمنة على العسل زي ما انت متخيل. فرنسا وامريكا في الوقت الحالي في اصعب واسوأ حالاتهم مع بعض، وده بيرجع لان امريكا عملت دور الخيانة المعهود معاها. ازاي؟ استراليا اتعاقدت مع فرنسا انها هتعمل لاستراليا صفقة غواصات بقيمة 38 مليار دولار، صفقة يا جماعة غير عادية نهائيا. لكن امريكا راحت دايرة ولفة هي وانجلترا، وراحوا رايحين لاستراليا قالوا لها بصي احنا بقى هنعمل لك عرض حلو قوي، مش هنديكي غواصات عادية، احنا هنديكي غواصات نووية، او ان احنا نعمل لك الغواصات النووية بإبرام صفقة كبيرة جدا. وقبل ما أستراليا تعلن على الموضوع ده بربع ساعة بس بلغت فرنسا. وعلى فكرة الموضوع ده فيه تهديد كبير جدا، لأن الصين ده بيعتبر بيهدد بحر الصين الجنوبي، وبالتالي الصين بتهدد ان لو أستراليا عملت كده هتضربها، فالوضع متوتر جدا. طب ليه بقولك الكلام ده؟ بقولك الكلام ده لأن سياسة الديمقراطيين اللي موجود فيها جو بايدن مش جديد عليه يعني اللي بيحصل. نرجع كده بالزمن لورا شويتين ثلاثة، في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1967، لا فيما قبلها بقى، نرجع كده لأيام قبل 1963 كمان، أيام كان في وجود الرئيس الأمريكي جون كينيدي. جون كينيدي اللي كانوا اليهود بيكرهوه وما كانوش بيحبوه على فكرة. ليه؟ لأن جون كينيدي رغم أنه ديمقراطي لكنه من القلائل من الديمقراطيين اللي كان ماسك العصاية من النص، وده مش عشان خاطر سواد عيون المصريين لكن عشان سواد عيون أمريكا برضو. يعني كان جون كينيدي كان رافض تماما النشاط النووي في مفاعل ديمونة، وكان دايما بعت فرق تفتيش لمفاعل ديمونة، وكان رافض أن إسرائيل تقوى لغاية حد معين، وكانوا دايما بيسموا كينيدي صديق جمال عبد الناصر. وده يمكن كمان من ضمن الحاجات لما اتكلمت في الفيديو الخاص باغتيال جون كينيدي، ان وارد جدا جدا ان اليهود ليهم دور كبير جدا في مقتل كينيدي عشان يخلصوا منه ويجي من بعده جونسون اللي تولى الحكم في 1963 مباشرة بعد ما جون كينيدي مات واتقتل. وأول حاجة عملها، أول قراراته، إن فريق التفتيش بتاع مفاعل ديمونة ياخد بعضه ويمشي عشان يدوا الأريحية لليهود إن هم يعملوا النشاط النووي بتاعهم. ومن ضمن الحاجات اللي عملها إن إدى الضوء الأخضر لليهود إن هم يستخدموا صور الأقمار الصناعية اللي رصد كل قواعد العسكرية المصرية عشان إن هم يتدربوا على ضربها. وبالتالي جونسون كان حليف قلبا وقالبا مع اليهود بشكل غير عادي، كأنه يهودي فعلا. وكان في بقى الخطة، وهي من كلامي وهو مرتبط على كتابين. الكتاب الأولاني كان اسمه Operation Cyanide أو عملية سيانيد، وهو الرمز الكودي لحرب 67، والكتاب الثاني وهو عقود من الخيبات. والكتابين هنا بيفضحوا بشكل تفصيلي فيما جرى، وإن إزاي كانت أمريكا بتخطط لضرب أساساً مصر بالنووي. كانت الخطة ما بين اليهود وما بين جونسون إن إحنا لازم نضرب القاهرة بالنووي، إن إحنا نخلي مصر هي اللي تفتعل الضرب، وإن هي اللي توجه ضربة للكيان الصهيوني، وبالتالي من هنا يبقى في الداعي قدام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إن مصر بتتحرش بالدول الأخرى، وإن هي بتهاجم دولة الكيان، وإن هم عايزين يرموهم في البحر، ويبقى بالتالي دي ذريعة إن إسرائيل تهاجم مصر، وإن كمان أمريكا تقوم ضربة بالنووي، فبالتالي يسقطوا تماما جمال عبد الناصر. وكانت ساعتها كان جونسون رافض تماما الثورات والتحررات والزعامة، وكان عبد الناصر كان عبارة عن أيقونة ملهمة لزعماء في العالم كتير جدا. جي جيفارا يا ما كل دول العالم كانوا بيتكلموا عن جمال عبد الناصر. ناصر ده كان عبارة عن أيقونة التحرر، وناصر ده من كتر ما هو كان عنده طموح كبير جدا كان بيتم تشويهه عمدا أو بيتم جره
في حروب هو كان مفترض ان هو ما كانش عاوز يدخلها. وحكي لك ازاي جت امريكا وحطت الخطه ان احنا هنضرب بالنووي وقنابل تكتيكيه بحيث ان احنا ندمر مراكز القياده في مصر ونقضي على قيادات الجيش، الامر اللي هيخلي حتى ما فيش اي مقاومه، وده اللي هيخلي اسرائيل كمان بقى مش تاخد سيناء وبس، بل تاخد جزء من الدلتا ومن شرق الدلتا وتاخد من شرق القاهره كده كلها على بعض كده. وزي ما بقول لكم كانت الخطه طبقا للكتب اللي موجوده بالشكل ده. ولكن لما جت قبل الحرب جه بن غوريون ولقى ان الموضوع هيوسع عليه، قال انا ما اضمنش الموضوع ده ممكن يحصل ازاي، جايز السوفيتي يتدخلوا، جايز السوفيتي يعرفوا، وانا ساعتها امريكا تتخلى عني وما تضربش نووي، وساعتها انا لو دخلت بالجيش بتاعي وتمددت اكتر من سينا يبقى انا كده وسعت مني، وساعتها يبقى الموضوع فوق حدود قدراتي ان انا الم جيشي، لا خليني في سينا بس. وبالتالي كانت من هنا عندنا طبعا في 67 في شهر يونيو في يوم الرابع من يونيو وبداية الحرب. ولكن عند بداية الحرب قبل ما نتكلم فيها ليه الحرب حصلت، هل جمال عبد الناصر فعلا كان عاوز يجر اليهود في ويرميهم في البحر والكلام ده؟ هقول لحضرتك جمال عبد الناصر ما كانش اصلا الموضوع بالشكل ده. كانت قبل 67 قبل الرابع 4 يونيو 67 كانت إسرائيل في ضربات متبادلة ما بينها وما بين سلاح الطيران السوري، وكانت الخطة إن المفترض إن المدفعية إن الأردن كانت تدخل أيضا، وكانت المدفعية الأردنية المفروض إنها كانت تساند أيضا في سوريا. ولكن اللي حصل بصراحة إن رغم إن مصر عززت قدرات الدفاع الجوي ولكن الضغط كان كبير جدا على سوريا. ولكن مصر من المخابرات المصرية عارفين ان في تحركات من الجيش الصهيوني جاي في اتجاه من صحراء النقب على سيناء، ولكن الكيان الصهيوني سرب للاتحاد السوفيتي بمعلومات استخباراتية ان الضرب هيكون ناحية سوريا مش هيكون ناحية مصر، بل ان السوفيتي كمان قالوا لا، مصر تقول لهم لا الضرب هيكون من عندنا، السوفيتي يقولوا لا. طب بصوا ادي اهو اسماء الالويه والكتايب وكل الحركات وحتى اسماء الضباط كمان اللي هيتحركوا. فمصر شافت كده، طب العمل ايه؟ قدامنا دلوقتي حل من الاثنين، يا اما ان احنا نسيب سوريا تواجه مصيرها مع نفسها، او ان احنا نضغط على الكيان الصهيوني ونعمل ضربة استباقية بحيث ان احنا نخفف الضغط على سوريا. وكان الاختيار وهو ان يتم تحريك الجيش المصري داخل سيناء ودخوله الى صحراء النقب، بل ان كمان المفترض ان الاردن ان هي تضرب، فبالتالي تحرر جزء من الشمال الفلسطيني المحازي لسوريا ولبنان، وبالتالي من هنا تقدر يبقى فيه اخذنا رقعة كمان، وبعد كده يتحرك المجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ويبقى الوضع كما هو عليه. ولكن جه رفعت الجمال الله يرحمه وعرف بموعد الضربة بتاعت 67 بل بالخطة العملية سيانيد وبلغها للمخابرات المصرية، وده اللي خلى ان مصر تتجنب انها تعمل الضربة الاستباقية علشان ما تورطش نفسها، لان الموضوع عرفت المخابرات المصرية بالعملية سيانيد من هنا. وبالفعل قامت الحرب في عام 1967. ولكن بقى طبعا الكيان الصهيوني كان في وسط البحر على حدود 40 ميل بحري في المياه الإقليمية كان في سفينة أمريكية اسمها USS. السفينة دي كانت مش حربية مقاتلة، كانت سفينة تجسسية. السفينة دي كانت متخصصة في الرصد وفي أجهزة التنصت أو التصنت، كانت USS دي كانت مختصة بكده. وطبعا في أثناء الحرب كان في أسرى من الجيش المصري، وكان الصهيوني تعمدوا ان هم يكونوا مجرمين حرب، وكان في اتصالات ما بين الوحدات في سيناء والقيادة اللي في الكيان الصهيوني في اسرائيل ان يتم قتل الاسرى ودفنهم. وطبعا مين اللي رصد الكلام ده؟ السفينة USS الامريكية. فاليهود فكروا في فكرة ان احنا نضرب عصفورين بحجر، ان احنا لازم امريكا دي
ما نخليهاش ماسكة علينا المكالمات دي، لأن مؤكد أن المكالمات دي تم رصدها وتسجيلها من قبل السفينة الضخمة اللي هي USS الأمريكية اللي هي مختصة أصلاً بالتجسس. إحنا لازم ننهي على السفينة دي. والحاجة التانية دي هتبقى الذريعة أن إحنا هننكر أن إحنا اللي ضربناها، وبالتالي هنلبس مصر في الحيط قدام أمريكا، ويبقى مصر هي اللي ضربت السفينة، وتبقى ذريعة أن أمريكا تضرب بالنووي. والكلام ده حصل قبلها بساعات، وبالفعل كانت سفن الأول استطلاع إسرائيلية بتحوم حوالين السفينة الأمريكية USS، لدرجة أنهم بيقولوا لك كانوا بيلوحوا البعض وبيشاوروا البعضهم الأمريكان واليهود، ومفيش أي مشاكل خالص. وفجأة ظهرت طيارات، ثلاث طيارات إسرائيلية، وابتدوا يضربوا بالصواريخ في تلك السفينة، وبعد كده ضربوا بالنابلم وضربوا بالمدفع الرشاش، واستمر الموضوع ده لما وقت ما يقرب ما بين 15 و20 دقيقة. انتهى الموضوع على كده. ده الموضوع ده خلف هنا حوالي 14 قتيل وعشرات 14 قتيل وعشرات المصابين من الأمريكان. كان أول حاجة يضربوها هي مركز وحدة الاتصال علشان السفينة ما تعملش أي استغاثة وتعزلها عن العالم تماما، بل إن ظهرت عبارة عن زوارق إسرائيلية شايلة توربيدات وابتدت تضرب في السفينة الأمريكية وتضرب في السفينة الأمريكية. فضل الموضوع ضرب المدة أكتر حوالي من ساعتين، يدوبك إن ضابط وعسكري أمريكي عرفوا في وقت الضرب إن هم يشغلوا الأنتنة ويعملوا رسالة استغاثة للأسطول السادس اللي في البحر المتوسط على حاملة الأمريكية USS أمريكا اللي كانت قريبة من إيطاليا، وطلعت وتأمر بتوجيه طيارتين مقاتلات، طيارات مقاتلة، إنها تروح وتنقذ تلك السفينة. ساعة الضرب ده على طول كانت السفير الأمريكي في إسرائيل بيسأل الإسرائيليين: هل أنتوا اللي ورا الضربة بتاعت السفينة دي؟ قالوا: لا، مش إحنا، دول المصريين يا حبيبي، هم اللي عملوا كده، مش احنا خالص اللي عملنا كده. وبالتالي اصبحت هنا اصابع الاتهام كلها موجهة للمصريين. وجونسون هنا راح امر على طول بطلوع الطيارات شايلة قاذفات امريكية ومتوجهة الى القاهرة علشان تضربها بالنووي. مين بقى اللي شايف الليلة دي كلها؟ السوفيت، السفن السوفيتية وأجهزة التجسس السوفيتية والأقمار الصناعية السوفيتية لقطت الموضوع كله، وراحت مبلغة وزارة الدفاع الأمريكية، بلغت مصر بالموضوع، وبلغت فورا دبلوماسيا، وبلغت أيضا وزارة الدفاع الأمريكية بتستفسر إزاي إن اليهود إحنا رصدينهم وهم حلفاء ليكم بيضربوا السفينة بتاعتكم، وإيه موضوع الطيارتين اللي الأقمار الصناعية بتاعتنا شايفاهم ورايحين يتوجهوا يضربوا مصر نووي. وزير الدفاع الأمريكي أول ما عارف بكده أمر على طول بقبل دقايق معدودة القاذفات الأمريكية برجوعها مرة تانية. طبعا كانت السفينة USS الأمريكية اللي هي كانت خاصة بالتجسس عشرات من القتلى وعشرات من المصابين، وكانت فاجعة كبيرة، وفهم في وسط البحر أمروهم: إياكم حد أبدا يتكلم في الموضوع ده ولا يقول أي حاجة، لا لقرايبه ولا لأهله ولا لأي حاجة، بل عشان يسكتوهم ادالهم أرفع النياشين والأوسمة. ولكن الكتاب اللي صدر اللي هو Operation Cyanide ظهر في عام 2003 من الصحفي البريطاني اللي صدر عن دور نشر فيجن، وبيتحدث فيه عن تلك الواقعة كاملة، وكيف ان مصر تم جرها في الحرب، وازاي ان مصر حتى لما كانت قفلت مضيق طيران كانت قفلته لانه كان شيء حتمي، لان مصر لما عرفت بالهجوم بتاع اسرائيل الوشيك امرت القوات الدولية انها تنسحب من شرم الشيخ، فالقوات الدولية بدل ما تقول خلاص هننسحب من شرم الشيخ راحت منسحبة كاملة من سيناء في الوقت ده، وبالتالي كان على القوات المصرية انها تحمي المضيق بتاعتها، فاعتبرته دولة الكيان الصهيوني ذريعة ان ازاي مصر تقفل المضيق بتاع طيران. أتمنى أن المعلومات البسيطة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، وأشوفكم على خير. سلام عليكم.